لكن في الملعب الموضوع مش هيبقى هادي قوي. ليه؟ لان الدوافع بس في كبيره. اطار كره القدم لا لا طبعا. اللي في اطار الكوره ودي حاجات عاديه مقبوله. الدوافع كبيره جدا عند الاهلي وعند الزمالك للفوز. يعني الاحداث مباراه السوبر مش ممكن نشوفها مره تانية في حاله لو حد من الفريقين فاز بصراحه الزمر؟ ما حدش يقدر يجزم بشيء الا اذا كنا في يعني في سيطره من الاجهزه الفنيه. الاجواء برضو العامه اللي انت شايفها مهديه شويه. لكن انا شايف التركيز ده شيء طبيعي جدا من الاثنين من الاهلي والزمالك. لكن هيكون في دور على اداره الناديين، هيكون في دور من الاجهزه الفنيه، هيكون في دور للعيبه الكبيره في الفريقين ان هم يسيطروا على اللعيبه خاصه الصغيرين لو بينفلتوا. وانت لو جيت شفت هتلاقي يعني في الماتشات اللي فاتت دي هتلاقي مين اللي هم اللعيبه الصغيرين قليل الخبره، بس هتلاقي امام عاشور، هتلاقي كهربا وهكذا. باستثناء الكبار بتلاقيهم مهما كان، شوف مثلا بتلاقي طارق حامد شرس جدا صح؟ صحيح. لكن بتلاقيه لو اتفرجت على ماتش بتلاقيه كان بيهدي اللعيبه. لا طارق حامد من الناس المحترمه، من الناس الخلوقه. هتلاقي نفس الكلام، هتلاقي كده، هتلاقي السوليه نفس الكلام، هتلاقي محمد الشناوي نفس الكلام، هتلاقي ابو جبل نفس الكلام. اعتقد الامور دي هتبقى اهدى. لكن الدوافع اللي هي للفوز هي هتخلي المباراه غير عاديه، هتلاقي فيها حماس وحفيزيه في الملعب غير طبيعي. بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي او نادي الزمالك، نادي الزمالك واخد الموضوع يعني الاهلي حسم الدوري، هو دي البطوله اللي فاضله له، عايز يثبت التاكيد ان هو خلاص بيتفوق على الاهلي وانهى قصه ان في عقده عند لعيبه الزمالك، بقى هو حاليا متفوق في اخر مباراتين على النادي الاهلي. عايز ياخد البطوله ديت وياكل بعد السوبر المحلي والسوبر الافريقي، يقول ان هو الدوري بس اللي فلت منه ولسه عنده الكاس، ودي دوافع. بالاضافه النادي الاهلي نفس الكلام، عايز يقول ان هو يعني بلغه الكوره يسقر من مباراتين الدوري والسوبر قدام نادي الزمالك، عايز يقول ان هو بطل الدوري لو بطل افريقيا، وان دي كانت نزوات او فوات حصلت مثلا. بالاضافه ان انت في الملعب نفسه في مباريات بين اللعيبه، لما تيجي تتكلم ابو جبل بيقول ان احسن جول في مصر وعنده جماهيره بتقول كده، الشناوي هو الحارس الاول في منتخب مصر وعنده جماهير بتاكد ان هو لازم هو الافضل مثلا، بتلاقي طارق حامد بيخش معاه في الجيم دلوقتي، عمرو السوليه، بتلاقي زيزو بيخش بيزاحم وقفش عايز يخش صحيح. بتلاقي مصطفى محمد هو عايز يبقى رقم واحد، وتلاقي مروان محسن عايز يرجع للصوره مثلا تاني وهكذا. المباراه فيها كل الحوافز اللي تخليها حماسيه، فيها حفيزيه، فيها يعني التوتر الملعب ده مقبول عادي، لكن التوتر السلوكي ده مش مقبول. طيب هلا يمكن الاسطوره بتقول ان الزمالك مفشل على الاهلي طول حياته ثلاث ماتشات ورا بعض، وفي نفس الوقت لاعبي نادي الزمالك عايزين يعملوا رقم قياسي جديد، ثلاث ماتشات مع الاهلي ورا بعض يكسبوهم، والزمالك يمكن اخر ماتشين فاز. المباراه عليها يكون ليها طابع مختلف، ان هي نوك اوت مباراه واحده، مفيش مجال للتعويض. افريقيا متعودين دايما النهائيات تكون من ماتشين. عايز اخدك في حته التعصب، نبذ التعصب اولا، بعد كده تقول لي العامل النفسي اللي موجود عند لعيبه النادي الاهلي وازاي ممكن موسيماني يقدر يتعامل مع لعيبته في الحته النفسيه، خصوصا ان انت عارف ان هو شغال على الحته دي كويس قوي، بيجيب لعيبه 1 تو 1 كده ممكن يقعد طول اليوم يعمل محاضرات منفرده مع اللعيبه عشان يعني ينمي الحته النفسيه اللي موجوده عندهم. سيبك بس قصه ماتشين ورا بعض وثلاث ماتشات ورا بعض انا بقول لك الاسطول كل الماتشات. لا سيبك بس من الاسطول، ما اقصدش، انا فاهم، انا بقول لك ان ايه، مش انا اللي بقول. اي ماتشات، ماتش دوري، ماتش كاس، ماتش سوبر، كل ده في كفه، والماتش اللي جاي ده في كفه. ما تقنعنيش ان سوبر، مباراه سوبر دي مباراه اساسا في كل العالم بتبقى مباراه زي ما بيقولوا مباراه استعراضيه كده بدايه موسم يعني. لا مش تقليل من البطوله اللي خدها الزمالك، بس هو ده الواقع. بطوله الدوري حتى دوري محسوم الاهلي خده يعني، حتى الفوز اللي فازه الزمالك على الاهلي ما ساعدوش في الدوري. فاحنا بنتكلم برضو كل ده كوم، ونهائي دوري ابطال افريقيا كوم. البطوله الغايبه عند لعيبه بطولات الاهلي، والبطوله الغايبه عند لعيبه بطولات الزمالك، البطوله اللي الاهلي بقاله من 2013 سبع سنين، من 2013 قتال عليها. يعني يمكن الزمالك كان فيه بطولات كان فيها كونفدراليه، يعني اقصد الزمالك ما كانش فيه، بس كل البطولات تقريبا دي كلها شارك فيها الاهلي. كل البطولات دي الاهلي كل سنه هدفه بطوله افريقيا. صفقاته الزمالك وصل النهائي قبل كده السنه طبعا لا من السنه فاتت 2016. فهي القصه كلها ان هو هدفه يعني الاهلي والزمالك، ما فيش حاجه اكتر من بطوله دوري ابطال افريقيا. ده الهدف الاسمى للناديين، كل فريق عايز يفوز بالبطوله، كل فريق عايز يروح كاس العالم للانديه. ففكره بقى الارقام وفكره مين فاز ماتشين ومين هيكسر الرقم، ولا في دماغ ليه علاقه بالعامل ولا في دماغ اللعيبه. لا 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 لا، انا عايز اقول لك ان الموضوع ده مش موجود نهائي. الموضوع ده فعلا مش موجود. هو الناس كلها عارفه ان كل اللي فات ده في كفه، والماتش ده في كفه لوحده. طبعا مش عايزين نقول برده، مش عايزين برده نعظم من الموضوع، لان هي في الاول وفي الاخر هرجع لك بقى لقصه التعصب. ايوه، ان احنا ما ينفعش نربط الدنيا على مباراه كوره. يعني مباراه كوره طبيعي جدا فريق هيفوز وطبيعي فريق هيخسر، ده امر طبيعي. يعني ما يعني المباراه هيخلص يومها، في جمهور هيبات زعلان، في جمهور هيبات فرحان. فخلينا خلينا نتكلم بقى في ده.
يعني خلينا ننط بقى يعني احنا الماتش لسه ما اتلعبش، لا خلينا نلعب خلاص الماتش اتلعب ودلوقتي في فريق كسب البطوله، ما ينفعش نبقى خلاص ده انتهى العالم، لا مش انتهى العالم، هو ما فيش بطوله، ده خلاص ده الدور التمهيدي بتاع البطوله الجديده اتحدد تمام، وبطوله الدوري الجديد هتبتدي، يعني خلاص هي الكوره كده، الكوره دايما بتديك مجال للتعويض، دي 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 ميزتها وحلاوتها. فكره بقى التعصب، انا ليا كلمه معاك ودايما بقولها لك، التعصب اساسه المسؤوليه، التعصب ولا اساسه الجمهور ولا طبعا اكيد الدوله وقيادتها اكيد مش حابين تعصب، بدليل مبادره الوزير اللي كان كابتن عمر بيشيب بيها، اكيد كل الناس مش عايزه تعصب واكيد من الدوله مش عايزه احتقان. سبب التعصب في مصر المسؤولين، دلوقتي المسؤولين عشان ساكتين اهو، وكل مسؤول اتقال له حط يعني لسانك في بقك واسكت وخليك محترم تمام، قعدوا محترمين تمام. ليه؟ لان الناس دي لازم يبقى عليها كنترول. انا النهارده ما ينفعش اروح اقول للجمهور ما تعملش وما تسويش، وانا بشوف مثلا مسؤول في نادي كبير في الاهلي ولا في الزمالك طالع كل يوم يخسر جبهات، ومسؤول تاني طالع يرد عليه، ومسؤول تالت مش عارف رايح يعمل ايه، ومسؤول رابع ينشر ايه على البوست ايه على السوشيال ميديا. هو ده اللي عمل، هو ده اللي وصلنا للمرحله دي والله، ما الجمهور زي ما كابتن عمر كان بيقول، هو الجمهور ما طول عمره كان الدنيا تمام، بس احنا عمرنا ما شفنا مسؤولين بالشكل ده. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بس ولا حاجه، احنا نقفل السوشيال ميديا، احنا نقفل السوشيال ميديا، ما هي السوشيال ميديا هي السوشيال، ما هي السوشيال ميديا، ما هو النهارده كان ما هو السوشيال ميديا تصريحات المسؤولين. انت مثلا كان دايما يتقال بص ان مش شرط منصور هو بينفعل، مثلا كان في مؤتمر في اجتماع من يومين مع جروبات السوشيال ميديا، اعلن بشكل واضح ان هو بيؤيد مبادره نبض التعصب. لا على فكره، على فكره انا ما اقصدش الكلام كله، على فكره انا ما اقصدش منصور مرتضى خالص. لا لا انت اتكلمت بشكل، لا خالص، وطبعا طبعا يعني منصور مرتضى طبعا كان في اجزاء كبيره واوقات كتيره، لا انا بقول لك كان سبب من اسباب التعصب طبعا، بس انا بتكلم برضو على ناس ثانيه، يعني انا بتكلم على المسؤولين ان هم كل يوم بيتكلموا، يعني اللي هو ممكن مثلا ايه رئيس النادي يعني بيتكلم مثلا كل فتره او حاجه، بس انا بتكلم على الناس اللي هم بيعلقوا على اللعبه واللي بيعلقوا على الكوره، اللي هو وصلنا لمرحله اللي دايما وانتقاد الحكام. النهارده مثلا نيجي نتكلم نيجي نتكلم مثلا نيجي نقول لك ايه، اصل اللاعب الفلاني عمل ايه مع الحكم، طب هو عمل كده مع الحكم ليه؟ ليه؟ لان انا كل يوم مدير كوره يطلع يشتم في الحكم، كل يوم مدير كوره يروح يعمل يروح هو نفسه يروح يعترض على الحكم، طب انت منتظر ايه من اللعيبه؟ وبالتالي منتظر ايه من الجماهير؟ فانا النهارده شايف ان مبادره يعني المبادره ديت مبادره كويسه جدا، هيكلتها كلها او قوتها كلها ان احنا النهارده نسيطر على المسؤولين، مفيش حاجه اسمها مسؤول يطلع يقول اي كلام، المسؤول لو مش قادر يتحكم في نفسه ومش انت النهارده كراجل اعلامي لو طالع تقول كلام يدعو للتعصب يبقى انت مش مؤهل طبعًا ان انت تطلع في مكانك، بس انت النهارده انا بسكت احسن ما بتكلمش في اي مواقف ليها علاقه، يعني زي ما انت اتكلمت مباراه مثلا اهلي وزمالك حصل موقف انا بسكت لحد ما الدنيا تهدى وبعد كده. لا انا بتكلم انا النهارده، ما انا ممكن النهارده واحد مذيع تاني ما بيعملش كده، في مذيعين تانيين ما بيعملوش كده، معلش دول مش مؤهلين للظهور. انا النهارده المؤهل، انا النهارده راجل اعلامي راجل محايد، وراجل لما اجي اتكلم بمنتهى المصداقيه، لو في خطا اشير ليه ان هو خطا، النهارده امام عاشور اخطا قلنا ان هو اخطا ده طبيعي، اخطا كمان يعني فكره اللعبه الخشونه لا وفيما بعد اللعبه دي خطا طبعا، لو اي حد من الاهلي عمل كده نقول ان هو خطا، دي حاجه ولا ليها علاقه بالتعصب ولا ليها علاقه باي حاجه، ده خطا لازم نشير ليه، بس انا بتكلم